لأنه يستاهل القتل. شو عمل حتى قتلته؟ غدر له معلمي وحاول يعتدي على مرته. يا لطيف، شو هالحكي؟ استغل غياب معلمي عن بيته، نزل على بيته وحاول يعتدي على مرته. ايش معلمك شو بيشتغل؟ معلمي تاجر بيجيب بضاعة من فلسطين وبيبيعها، وعنده مستودع، وهذا المستودع مأمني عليه، كمان مأمني على مرته وأولاده. ما تحملت حالي وقت ما شفت أبو الليل عم يعتدي على مرته لمعلمي، قتلته بأرضه. والله ما قصرت يا جماد، إذا كان بيستاهل الله لا يرده. بس أنت ليش ما سلمت حالك بالكراكون؟ يعني كانت المرة شهدت معك. لك آخ، أنا هذا اللي قاهرني، ما هو لعبي عقلاتي وقال لي لا تسلم حالك للكراكون، لأنه بياخدوك على القلعة والشغلة فيها حبل المشاعر، والضحك علي وخلاني بيع البيت. مين قصدك؟ مين هو؟ هذا اللي للأصل، هذا اللي كنت أفكره صاحبي. قصدك رفيقك نظمي؟ لك هذا مو رفيقات، هذا بغض وخاين، كنت أفكره أخ وعزيز، كنت أفكره كبير، بس أنا واحد صغير، وصغير كتير كمان. لمعلوماتك هو اللي ساعدني بدفن أبو الليل. نعمة بقلبه، ليش عم يعمل هيك؟ عشان المصاري، وهي ليكو سرقوا من المصاري. والله لو طلب مني لعطيته مصاري وفكيت له زنقته، أما يغدر فيني ويروح يخبر الكركون علي. كسرني، الله لا يوفقه، كسرني. طيب لا يا جماعه، لا عم تبكي مخشوعه؟ لك انت ابن زور، هذاك واحد خسيس، لك دمعه منك بتسوى راسه. والله يا صاحبي، الخيانه لما بتجي من الغريب عليك، اما لما بتجي من القريب صعب كتير، كتير صعب. اصعب شيء بهالدنيا يا صاحبي الخيانه والخدر. كلامك مظبوط، قال الام انك لا تخونه ولو كنت خوان. النظمي قدر فيك، ولازم هو يلي كان يموت مو ابو الليل. اثنيناتهم قدروا من بعض، بس شو عليه؟ إذا الله كتب لي عمر وطلعت من هون إلا ما أجتمع فيه لنصبي. يعني إذا شفته شو بدك تساوي؟ رح خليه يندم على كل شيء سواه معي، رح خليه يدفع الثمن. خليه جواد، أنت أعطيني عنوان بيت معلمك وأنا بجيب حرمته وتشهد معك عند القاضي، بركي الله هيك بيطلع بوشك وبتطلع براه. معقول يصير هيك شيء؟ لك إيه بيصير، أنت كنت عم تدافع عن شرفها وأكيد القاضي رح يقدر هذا الشيء. والله بتكون خدمتني خدمة عمري. ولو يا جواد، انت اللي من امثالك من خدمه. بس اسمع، بتقول عند بولند افندي وبتقول له كل شيء عن نصمي، وخليه يدوروا عليه مثل الكلب ويشحطوه كمان. هات لنشوف وين العنوان. اسمع